نانا زلنا. غفر الله لك ببركة دعائي حسن الصباح. حقا غفر الله ذنوبي. تعال. إن أذنت لي يا مولاي أريد أن أستشيرك فيها. قل. ما رأيك لو جعلت لي يوما في الأسبوع أنظر فيه إلى شكاوى الرعية وهمومهم، وإذا استصعبت من أمر ما ألجأ فيه إليك؟ لا بأس، شريطة ألا تفرد يدك بالمصاريف والعطيات. إن شاء الله يا مولاي، إن شاء الله. أنا لا أفهم هذا جيدا، كيف نحتفل بنصر مولانا السلطان على حسن الصباح؟ وحسن الصباح نهب أموال سمرقند وخزائنها وهرب، ففيما الاحتفال إذن؟ بقتل الأبرياء أم بهدم المنازل والأسواق؟ أم تراه احتفالا بإنفاق ملايين الدنانير على تلك الحرب الوهمية؟
أفهم لماذا يبقي أبي على هذه المرأة الشريرة. إنه السحر يا بني، السحر الذي يصنعه عبدها النقاش وتسقيه وتطعمه لأبيك. إذا ما صارت إلي مقاليد الأمور لأقذفنها من أعلى حصن في أصفهان. استغربت اليوم أنك لم تلقي به في القبر مكفنا. لأنه لم يمت بعد، أريد أن يحلم بالجنة، يحلم فقط. حسن، بدأت بعض الجواري بالتذمر. بعض الجواري بالتذمر؟ من تكثر التذمر زيدي في أعطيتها، وإن لم تنتهي فليلقوا بها من فوق أسوار القلعة. أصحيح أنك أمرت بإغلاق الخمارات في أسواق بغداد وسكبت الخمر في الطرقات؟ أمرت بهذا، صحيح. وأنت تعلم أنها تعود علي بالفائدة؟ أعلم أن الخمارات ودور الفاحشة جاءت معكم إلى بغداد ولا حاجة لنا بها، فأكثروا منها في بلادكم إن شئتم وجنبوها بلادا نحن فيها. هل جننت؟ أنا العميد السلجوقي وأنا خليفة المسلمين، فإن فرغت من حديثك فاغرب عن مجلسي. هل تتعاطى القنب يا خليفة المسلمين؟ فأنت لا تدرك ما تقول. بل أدرك ما أقول يا كلب السلطان السلجوقي. أكون كلبا إن أبقيتك على منصبك هذا. انتظر، فلم أذن لك بالخروج. أبلغ مولاك السلجوقي إنني سأتوقف عن إرسال أموال بغداد إلى أصفهان. لقد كان هذا الولد الضال واحدا منا يا أخوتي، كان يؤمن بالله الواحد الأحد وبرسوله ويدعو للإمام بالإمامة، ثم أغواه الشيطان فباع آخرته بدنياه واتهمنا بالضلالة. فبماذا تحكمون عليه؟ الموت. لكن روحه المسكينة بعد الموت ستذهب إلى النار، إلى جهنم وبئس المصير. أما نحن، إلى أين ستذهب أرواحنا بعد موتنا أو استشهادنا؟ الجنة. Thank you.
أقبل شفاعتي يا مولاي؟ في من؟ لن أقول في من إلى أن تقبلها. قبلت. في من؟ بتاج الملك. لا. حاجتك لتاج الملك هذا؟ أو لست الملكة يا مولاي وأحتاج لمن يدير شؤوني؟ شؤون؟ أي شؤون؟ الجواري يفعلنا ذلك. الجواري لا يقرأ ولا يكتب. قبلت، لكن على أن يبقى بعيدا عن شؤون الحكم. وأنت أيضا ابقي بعيدة عن شؤون الحكم. وما شأني أنا وشؤون الحكم؟ أيأذن لي مولاي السلطان أن أذهب إلى ديار أخوالي؟ باركي، ابقى هنا إلى جانبي، أعني في شؤون الحكم، قل شيئا يا نظام الملك. قد تحدثت معه كثيرا يا مولاي، كثيرا، لكن إن أذنت لي أريد أن أحدثك في أمر آخر أهم. تحدث. مولاتي زبيدة. لا تكمل. زبيدة ارتكبت خطأ جسيما حين حبست تركان وأسقطني هذا الشراب المسحور. فإن قلت لك يا مولاي إن مولاتي زبيدة هي من كانت حبيسة القصر، لا يقدم لها طعام ولا شراب، فماذا تقول؟ أي قول هذا؟ مولاتي تركان من فعلت هذا بها، وقد ادعت كذبا أن مولاتي زبيدة قد خرجت من القصر إلى ديار أهلها، ووضعت معها في السجن رجلا متوحشا كاد أن يفتك بها يا أبي. وبعد أن علمت مولاتي تركان بهذا الأمر أرسلت عبدها النقاش فاكتشف السرداب وظهر في بيت المال. أرسلت أنا حرسي لكي يجلب ذلك العبد، لكن مولاتي تركان كما أخبرتك شتمت الحرس وشتمتني يا مولاي. على رسلكم، لو كان الأمر كما تقولون لماذا لم تخبرني زبيدة حين تحررت؟ لماذا لم تعد إلى القصر وقد أرسلنا إليها الوفدة والوفد؟ يا مولاي، لأنني لا أمن على نفسي من تركان يا مولاي. زبيدة، ثم عن أي وفد تتحدث؟ لم يصلنا من قبلك أي وفد، أليس كذلك يا باركي؟ أبدا يا أبي. تخشين على نفسك من تركان وأنا حاضر؟ عندما وضعتني في ظلمات السجن كنت حاضرا أيضا يا مولاي، ولم تغني عني، على العكس فضلتها علي ورضيت لي المهانة، وأنا ابنة عمك ودمائي تجري في عروقك. هيا يا باركي. إلى أين؟ هذا المكان لا يتسع لنا أنا وتركان، ولولا عودة باركي إلى هذا القصر لما دخلته قدماي ولا وطأت ترابها. إذن لنا يا أبي. انتظرة، أنت ألم تخبرني أنك أوصلت مولاتك إلى ديار أهلها؟ بلى يا مولاي، رافقتها مع حرسي حتى أوصلتها إلى ديار مولاي باركي. سحقا لك من كاذب. من كان بصحبتك من الرجال؟ رياض وحمد. أتذكران يوم رافقنا مولاتي زبيدة إلى ديار مولاي باركي؟ نعم يا مولاي. إن شئت يا مولاي أرسل وراء الجوار اللواتي رافقنا مولاتي زبيدة، نرمين وزمردة وشهد. شهد، هل كنت مع الجوار اللواتي رافقنا مولاتك إلى بلادها؟ نعم يا مولاي، أنا ونرمين وزمردة وشريهان خرجنا ليلا مع الموكب إلى ديار مولاي باركي وعدنا معه إلى القصر. بقي أن نستمع لتركان. ألم أقل لكم خلوني بعيدة عن هذا القصر بعد أن أحكمت تركان قبضتها عليه؟ يا أبي،
أنا ابنك. يكفي يكفي، لا أريد أن أستمع لهذا اللغو. زبيدة، هذا القصر قصرك وأنت مرحب بك في أي وقت. ثم قال مولاي السلطان لزبيدة وابنها: لا أريد أن أستمع إلى المزيد، وتركهم في المجلس وخرج. زبيدة في ثياب جارية، وأين؟ في قصرها. يجب إبعاد نظام الملك عن هذا القصر يا مولاتي، سيبقى يحدث مولاي السلطان بشأن زبيدة، وأخشى أن يعيدها إلى القصر. ولماذا لا تقتله؟ أنا؟ نعم أنت، تحجج بأنه كان ينوي أن ينقلب على مولاي السلطان، وأنت كشفت خطته وقتلته هو ومن معه من الحرس. لا يمكن فعل هذا يا مولاتي لأسباب عديدة، أولها أن مولاي السلطان لا يثق بأحد في هذا الكون كما يثق بنظام الملك. وثانيها؟ نظام الملك اتخذ حرساً أشد بأساً من حرس مولاي السلطان، جلهم من أبنائه وأبناء إخوته وأبناء عمومته، ويفدونه بأرواحه لقرابة الدم أولاً ومكانة الكبير ثانياً. ندس له السم إذن. لا يأكل من طعام إلا أعد في داره. تباً لك يا نظام الملك، تباً لك، حتى السحر لم ينال منه. هل علمتم أين يختبئ حسن الصباح؟ لا يا مولاتي. إن علمتم فأخبرني على الفور. سأفعل. وإننا لا ننكر فضلكم على سائر المسلمين، لكنكم أعلنتم أنكم تفعلون ذلك دفاعاً عن الإسلام وأرض المسلمين، ولا يمنع العرب من مناهضتكم سوى أنكم أبقيتم لهم على الخلافة. أما وقد كشفتم عن صدوركم وتبين لنا أنكم إنما فعلتم ما فعلتم لأطماعكم في ديار المسلمين. ولكن يا أمير المؤمنين. اكتب وأنت صامت. أما وقد كشفتم عن صدوركم وتبين لنا أنكم إنما فعلتم ما فعلتم لأطماعكم في ديار المسلمين، فإنني أعلمكم أنني لا أبالي بدخولكم بغداد محتلين، فبدخولكم بغداد ستزول الغشاوة عن عيون أهل بغداد وسائر المسلمين. أما فيما يخص طلبكم بخلع ولدنا المستظهر بالله من ولاية العهد وجعل ولدنا جعفر في مكانه، فهذا شأن عربي بحت. اكتب أيها الكاتب إلى عميدنا الأحمق: بسم الله الرحمن الرحيم، فقد تجاوزت حدود الإسلام وتباهيت في مخالفة شرائعه، فعد إلى صوابك قبل أن يفوت الأوان وتصبح من الخاسرين النادمين. جلال الدولة السلطان ملك شاه، سامحك الله يا أمير المؤمنين، سامحك الله. أهكذا تخاطب السلطان ملك شاه وأنت تعرف أنه سريع الغضب شديد الانفعال؟ تاج، تاج، أبا علي، كيف حالك يا سيدي؟
الذي تفعله هنا؟ أعادتني مولاتي تركان. ومولاي السلطان؟ قبل شفاعة مولاتي بي. أعذرني يا أبا علي، فأنا مشغول بالتحضير لعيد مولانا السلطان، أطال الله في عمره. أعذرني. ها؟ عيد مولاي؟ لقد اقترب عيد ميلادك يا مولاي، فهل تحب أن نقيم الاحتفال به هنا في القصر أم في مكان آخر؟ غريب، عادة ما تنسى عيد ميلادي. ما الذي ذكرك فيه الآن؟ أنساه يا مولاي لأنك تلهيني بمهام كثيرة أنظر فيها. لا بأس، افعل ما تراه مناسبا، أقمه في أي مكان. ثمة أمر آخر يا مولاي. قد جاءنا رد الخليفة على كتابنا بشأن ولي العهد. بعير المجلس. ربي إني أدعوك بدعوة نبيك، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى. لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم خر لي، فإني لا أحسن الاختيار، ودبر لي، فإني لا أحسن التدبير. هذا آخر الزمان، الخليفة في بغداد يعصي لي أمرا ويستقوي علينا. يريد أن يدفعك يا مولاي لكي تدخل بجيشك إلى بغداد فيثور العرب عليك. العرب لا يثورون، لو كانوا ممن يثورون على من يحتل بلادهم لما سكتوا علينا طوال هذه السنين. هم في جلهم يعتقدون أننا حماة الدين الإسلامي من الأعداء. يعتقدون؟ ويلك يا نظام الملك، ولسنا كذلك؟ بلى يا مولاي بلى، نحن كذلك وسنبقى كذلك. سنبقى كذلك حتى تقرر أن تدخل بجيشك بغداد. فسر مولاي. أنا معك، لابد أن يعاقب الخليفة على عصيانه لأمرك، ولكن بذات الوقت لا يجب أن يثور علينا العرب انتقاما لخلافته. أنا برأيي يا مولاي أن نسير بجيشنا إلى بغداد، ولكن ليس لكي نحتلها، بل لكي نقيم لك حفلا بمناسبة عيد ميلادك على ضفاف نهر دجلة، يشاركنا العرب فيه بهجة وفرحة، يرقصون معنا ويغنون. أما الخليفة فحين يرى جيشنا قاب قوسين أو أدنى من دار الخلافة سيعود إلى رشده لا محالة. من أين تأتي بهذه الأفكار الرائعة؟ بعضا مما تعلمته من والدك ألب أرسلان رحمه الله، ومما خبرته وجربته في حياتي. استغفر الله العظيم. أصحيحاً أنك أرسلت إلى مولانا برفضك جعفر ولياً للعهد؟
يا ابنة السلاجقة، أخطأتي في ثلاث. الأولى دخولك مجلسي دون استئذان وأنا خليفة المسلمين. أما الثانية قولك مولانا السلطان ومولانا هو الله عز وجل. والثالثة حديثك في مجلسي دون أن آذن لك وأنا أمير المؤمنين. تبا لك ولإمارتك الكاذبة. أجننت؟ أنا ابنة السلطان. تبا لك ولأبيك ولكل سلجوقي يعيث فسادا في ديارنا. لم نعرفهم إلا عبيدا وجوارا في قصورنا، لكن لما العتب؟ العيب فينا، العيب فينا، العيب فينا. فدخل الشيطان بيننا وغرتنا الدنيا، فصار العبد يحكم سيده. يا ابنة السلاجقة، هذا النعل أشرف نسبا من نسب ملك شاه، فحذاري أن تدخلي إلى مجلسي ثانية. ما الذي تفعله يا أمير المؤمنين؟ الأمير المستضعفين، أمير البائسين اليائسين. لو علم ملك شاه بأنك ضربت ابنته فليفعل ما يحلو له، لقد سئمت خلافة الدمى هذه. كأنك يا مولاي تدعو السلاجقة لدخول بغداد. أستغفر الله العظيم. أيها البائس، وكأن السلاجقة ليسوا في بغداد. انظر حولك فماذا ترى؟ السلاجقة ينقلون أموال بغداد مع كل حول إلى أصفهان. السلاجقة يمتلكون الحوانيت والمزارع وكل ذي خير في بغداد، فما الذي تخشى عليه من الضياع؟ أم تراك تخشى على مجلسي هذا؟ تخشى عليها؟ أيرضيك هذا؟ قل يا بتا، لماذا لا تضع خبرتك وحكمتك في كتاب؟ كتاب ينهل منه أهل المعرفة والسلطان ويقرأه الناس. هو كذلك يا مولاي، أنا منكب منذ سنين على وضع ما خبرته في حياتي بين دفتي كتاب أسميته سير الملوك. ومتى تفرغ منه؟ إنني أوشك على كتابة خاتمته. وهل ذكرتني فيه؟ وكيف لا أذكرك يا مولاي وأنا أتعلم منك كل يوم أمرا. هل ذكرت أنني أكثر من الخروج إلى الصيد؟ أمازحك أمازحك. أكتب يا أبتاه، أكتب ما ترى فيه فائدة للناس، وأعلن في المملكة أن الاحتفال بعيد ميلادي سيكون في بغداد، وأرسل أيضاً إلى ولي عهد باركي ليحل مكاني أثناء فترة غيابي. لكن يا مولاي، أخشى أن لا يأتي خوفاً من مولاتي تركان وكرهاً في البعد عن والدته مولاتي زبيدة. أنا أرى يا مولاي لو خرجت مولاتي تركان معنا لتحتفل بعيد ميلادك على ضفاف نهر دجلة في بغداد، في هذه الحالة لن تتردد مولاتي زبيدة بالقدوم إلى القصر لتكون إلى جوار ابنها بارك. لا بأس، سأصحب تركان معي، هي في شوق لابنتنا. عفوا يا مولاي، جاءتني عيوني بنبأ عن حسن الصباح. ما هو النبأ؟ إنه يسكن في حصن جبلي في مدينة رودبار بالقرب من نهر شهور. على موت، هل تعرفه يا مولاي؟ ومن لا يعرف عش العقاب. زرته ذات مرة عندما كنت صبيا. ما رأيك يا مولاي؟ هل نرسل إليه فرقة من جيشنا لكي تقبض عليه أو تقتله؟ كل جيوش العالم لا تقوى على اقتحام هذا الحصن. كيف يا مولاي؟ نرميها بالمجانيق، نرميها بالمجانيق ونهدمها فوق رأسه ورأس من معه. القلعة على ارتفاع شاهق، المجانيق لا تصلها. اسمع، لماذا لا نرسل إليه رجلا يحتال عليه ويقتله غيلة؟ فكرة جيدة يا مولاي،
سافر. أريدك أن تزرع لي عيونا في كل القصر. صديق واحد داخل القصر خير من ألف محارب. خير ما تقول يا خادم الإمام، ولكن بشرط أن تكون عيونا تملك الحكمة والعلم والإخلاص. لا تقلق، هذه عيوني وسأختارها بدقة متناهية. تخيل يا خادم الإمام، لو أننا نملك عيونا داخل قصر ملك شاه أو بعض من حرسه الخاص أو جواري مخدعه، ونقتله كما نقتل عصفورا داخل القفص دون حرب أو دماء. إن تحقق هذا هابنا الملوك والسلاطين، وصاروا ينشدون ودنا ويطلبون رضانا.